من الحياة أو حل في غفلة تاتا دور على الأخلاق قيم وأخلاق طيبين موجودة منا من سنين أمرنا بها الدين الدين معاملة مش كلام بالحب والخير والسلام حنبقى بياتين قيم وأخلاق طيبين موجودة منا من سنين أمرنا بها الدين الدين معاملة مش كلام بالحب والخير والسلام حنبقى بياتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير سنة سعيدة 20 عاما من العطاء 20 عاما من المقابلة والحب في الله يا رب يديم علينا الصحة والستر وإن شاء الله يكون رمضان كريم رمضان سعيد رمضان بيكم وليكم إن شاء الله رب العالمين يلا بينا نبتدي الحكاية ونبتدي الحلقة حلقتنا أو حلقتنا للي أول مرة يشوفنا على الهواء مباشرة أنا عايزة أقول لحضراتكم إن برنامجنا على الهواء كل يوم في نفس التوقيت كل مطلوب اسم السورة ورقم الآية ويعني إيه الفائدة اللي احنا هنستفيدها من هذه الآيات بالإضافة مشاهدينا إن الحكم والقيم اللي في القرآن الكريم عز وجل كثيرة عزيزة برنامجنا 1500 جنيه قابلين لزيادة طول شهر رمضان وإحنا بناخد اتصال تليفوني وبيكون بنعمل عليه فوت وكمان بناخد من على صفحتنا على الفيسبوك العاصمة الثانية من خلال الاتصالات التليفونية يلا بينا نبتدي هذه الحلقة ويا رب شهر كريم يا رب شهر سعيد يا رب يكون شهر كده اللهم بلغنا رمضان جميعا بلغناها اليوم فبلغنا عيد الفطر لا فاقدين ولا مفقودين وراضي عنا يا رب العالمين اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك اللهم أعطينا من كل الخير يا رب العالمين فاصل نشوف شيخنا الكريم شيخنا العزيز شيخنا المحترم شاركنا في نجاح هذا البرنامج الشيخ حسن عبد المحسن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بحضراتكم ورمضان سعيد علينا كلنا إن شاء الله نسأل المولى جل وعلا أن يجعله شهر رحمة وخير ويوم وبركات وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قالوا من يا رسول الله قال من أدرك رمضان ولو لمرة واحدة في عمره ولم يدخل الجنة بسببه فنسأل المولى جل وعلا أن يكون رمضان سببا في دخولنا الجنة بعد سنوات كثيرة تعبنا من عدها في هذا البرنامج نسأل المولى جل وعلا
أن يجعلنا سببا لفهم كتابه. وتعالى ونبدأ نتحدث اليوم عن قول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قيمة القرآن في حياتنا. لما تحدث المولى جل وعلا عن شهر رمضان قارنه بالقرآن فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما السبب لنزول القرآن؟ قال الله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن هداية إن نحن اتبعناه كما ينبغي أن نتبعه. وهذا يذكرني بأحد المرضى الذي ذهب إلى الطبيب يشتكي له من التهاب في الأذن الوسطى، فأرشده الطبيب إلى أن يتناول الدواء وهو حبة في اليوم لكي يتعافى من هذا المرض. وجاءه المريض بعد 3 أيام يشتكي من أنه لم يتعافى ولا يستطيع أن يكمل الدواء. فقال له الطبيب: لماذا؟ فقال له: أنا آخذ في كل يوم حبة ولم يأتي الشفاء لأذني حتى الآن. فقال له الطبيب: كيف تستعمل تلك الحبة؟ فقال له: أضع الحبة في أذني. فتعجب الطبيب، يضع في كل يوم حبة من الدواء في أذنه، وهذا هو الاستعمال الخاطئ. فهل نحن كهذا المريض الذي لم يستخدم القرآن كما ينبغي؟ قال الله عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ونحن مع هذه الآيات التي نتحدث عنها في أول يوم من أيام شهر القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ تحدث القرآن عن المتقين فقال: الذين يؤمنون بالغيب. الرزق غيب، فهل نحن آمنا بالرزق وأنه في عالم الغيب؟ هل نحن آمنا بالغيبيات التي تحدث عنها القرآن؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لم يقل ويؤدون الصلاة. هل نحن أقمنا الصلاة كما ينبغي؟ في الحديث: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري إلى نهاية الحديث. دخل الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد النبوي وصلى بين يدي النبي، وقال له النبي بعد أن انتهى الرجل من الصلاة: صلي إنك لم تصلي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الرزق أو النفقة ليست قاصرة على المال فقط، ولكن الفهم وجب علينا أن نتصدق منه، العلم وجب علينا أن نتصدق منه، الرحمة وجب علينا أن نتصدق منها، ومما رزقناهم ينفقون. إذن ففهم القرآن نحتاج إليه في كل مناحي حياتنا. إن القرآن صاحب، وإن الصاحب لا يبوح بأسراره لصاحبه إلا بعد طول معاشرة. ونحن من أول أيام شهر الصيام، من أول أيام شهر القرآن، ننصح بأن نصاحب القرآن كما ينبغي. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وهو يرتل قول المولى جل وعلا على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وغدا إن شاء الله اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تواصلاتنا مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره، وخلينا نؤكد على حضراتكم ان احنا النهارده هناخد ايوه اتصالات هاتفيه، وهناخد ان شاء الله اذا امكن كله من على الفيسبوك، لان لسه التليفون مش قادر يوصل لنا بشكل كافي. الايه الكريمه اللي قدمها لنا فضيلة الشيخ هي من أجمل الآيات في القرآن الكريم، فيها موعظة وفيها أشياء كثيرة جدا، فسرها فضيلة الشيخ. هناخد أول نشوف مع بعض كده، في ناس كثير على فكرة حلت الإجابات، ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبة حسن محمد حسن، أبو العينين، السيدة أبو العينين، هبة حسين، مش هنكرر الاسم اللي اتقال، أوكي؟ سلوى محمد بسيوني، شعبان عبد المنعم داوود، فاطمة الزهراء أحمد، أحمد عوض بدر، حسام ضاحي عبد العال. هناخد بداية كده على كل واحدة منهم ناخد فوت ونشوف مين اللي هيفوز في أول جائزة لنا. أول اسم النهارده هي فاطمة الزهراء، إن شاء الله من اليوم مبروك فاطمة، إن شاء الله تجيلنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون قبل نص ساعة من دلوقتي لتسلم الجائزة على الهواء مباشرة في قيم وحياة. ناخد أسماء تانية، محمد السعيد عبد الله، لا يا فاطمة مش هناخد اسمك تاني، فوزي جهان، فوزي مجد، دعاء مطاوع، وعبير حسن علي، ونشوف مين اللي فاز فيه. محمد السعيد عبد الله هو الفائز، ونشوف ثلاث أسماء كمان، عشان كل فائز من دول هياخد 500 جنيه. أول فائزة هي فاطمة يا عمر على ما أعتقد، والتاني محمد السعيد، ناخد الجائزة الثالثة. سعاد عبد السلام السيد، مريم محمد مصطفى، رضا السيد رياض، ونورهان إبراهيم علي، ونشوف مين الفائز. هي
فائزة في هذه الفقرة. احنا عندنا ثلاث فائزين قلنا عنهم، فاطمة ومحمد سعيد ونورهان، وإن شاء الله قبل نص ساعة من دلوقتي هيتفضلوا لمبنى الإذاعة والتلفزيون لتسلم الجوائز اللي قدرها 500 جنيه لكل جائزة على الهواء مباشرة. قيم وحياة كثيرة. النهاردة بنعتذر ان التليفون لسه مش متظبط، لكن من بكرة ان شاء الله هناخد واحد اتصال تليفوني واثنين على الفيسبوك، وكل امنياتنا ان كل الناس تفوز في برنامجنا. فنحن في انتظاركم في نفس الميعاد غدا. وقيم وحياة، تحياتي الحقيقة في أسرة هذا العمل. احنا كل سنة بنقول مش هنقدر ولن نستطيع، لأنه برنامج يومي، برنامج صعب شويتين. كلنا بنبقى متواجدين قبل الفطار، منلحقش حتى نوصل لغاية البيت، يعني 30 يوم في الشارع. فده بيعمل لنا 30 يوم فطار في الشوارع يعني، لكنها كلها ابتغاء مرضات الله، أمنيات من الرحمن الرحيم إنه يكون عندنا قوة، عندنا صحة إن احنا نكمل هذا البرنامج معكم، لأنها عادة يعني حميدة منذ 20 عاما ونحن معكم على الهواء. يعني دول مش سهلين أبدا، ارتباط كبير جدا رغم الجهد اللي بيبذل في هذا البرنامج. للمخرجين طبعا عمر البارودي بياخد كل تفاصيل بيسجل مع فضيلة الشيخ حسن، وبعدين يجيب لنا السكريبت بيقول فيه ان الحلقات هيكون القيم الحياتية كذا وكذا وكذا وهكذا يوميا، بالإضافة للمونتاج. وده ما بيكونش العمر لوحده، الاثنين مع بعض الزملاء الأعزاء عمر البارودي وإبراهيم زايد ومجموعة من المعدين الرائعين اللي بتمنى إن شاء الله أنه ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. كده هنتقابل بكرة في نفس الميعاد، وإلى أن نلتقي دائما وأبدا بنقول يا باقي استر لنا الباقي، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي، كانت معكم أمل صبحي. ومهما تلهينا الحياة أو حد في غفلتها تاني.